بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتوجه بادئ ذي بدء بالتحية والإجلال والتقدير إلى معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة لتنظيمه هذا المؤتمر واختياره موضوع الحوار، كما أتوجه بجزيل الشكر إلى سعادة الدكتور هشام عبد العزيز الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأرحب بضيوفنا الكرام من العلماء والدبلوماسيين والبرلمانيين من مصر وأنحاء العالم الإسلامي، فمرحبا بكم على أرض الكنانة مصر. ولا أنسى رئيس هذه الجلسة الرجل الوطني القدير الذي يملك الرصيد الوافر إلى جانب الأصالة في فن الحوار، إذ كان ولا زال فخرا لمصر، يطوف برلمانات العالم حاملا هموم مصر، مدافعا عن ثورة 30 يوليو، يفند ادعاءات أعداء هذا الوطن من جماعات الإرهاب. إنه رجل الاقتصاد القدير النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس الشعب. أعود إلى الورقة التي كلفت بإعدادها، وهي بعيدة عن دور وتعزيز البرلمان في فن الحوار، وهي الحوار وتعريفه وأدابه وغاياته. فمنذ أن خلق الله سبحانه وتعالى البشر ووجد الإنسان، كانت لغة التخاطب وتبادل الحديث هي سبيل البشر لفك طلاسم الطبيعة وترويض أشرارها، حتى أن الله في عليائه قد آثر محاورة الملائكة فقال: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعالمنا اليوم أحوج ما يكون لتعزيز الحوار بكل صوره وأنواعه وسائله. الحوار بيننا وبين الآخر، وبيننا وبين أنفسنا، في إطار من الصراحة والشفافية والبحث عن مصادر القوة ونبذ الخلاف. الجمع الكريم، إن الاختلاف بين البشر في شؤون دينهم وفي شؤون دنياهم أمر قديم، وسيبقى سنة بينهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل الناس جميعا أمة واحدة مجتمعة على الدين الحق لخلقهم على ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، ليتميز الخبيث من الطيب. ولا زال الناس ما بقيت الدنيا مختلفين في أفكارهم واتجاهاتهم وأمالهم، إلا الذين أصابتهم رحمة ربك فاهتدوا إلى طريق الحق والخير. والاختلاف بين الناس له أسباب متعددة وبواعث متنوعة. أول هذه الأسباب تقليد الآخرين دون دليل، ومن ذلك قول الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أي أنه إذا قيل لأولئك الذين آثروا الضلالة على الهدى: اتبعوا ما أنزل الله تعالى على رسوله الكريم، أعرضوا عن سماع النصيحة وقالوا بسفاهة وعناد: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والسبب الثاني من أسباب الخلاف عدم وضوح الرؤية للموضوع من كل جوانبه، فهذا يفهم الموضوع من زاوية وآخر فهمه من زاوية أخرى. لذلك نجد أن الحكماء قالوا قديما: إن الحق لم يصبه الناس من كل وجوهه، ولم يخطئوه من كل وجوهه، بل أصاب بعضهم جهة منه وأصاب آخرون جهة أخرى. وهناك سبب ثالث من أسباب الاختلاف بين الناس،
هو التعصب للرأي والحسد للآخر على ما أتاه الله من فضله. وقد قال الإمام ابن كثير في تفسيره إن بعض المشركين لم يكن خلافهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوء ظنهم به أو تكذيبهم له، وإنما كان خلافهم له الدافع إليه هو العصبية والأحقاد والعناد. نرجع إلى تعريف الحوار. يمكن تعريف الحوار بأنه كلام يجري بين طرفين، يسوق كل منهما من الحديث ما يراه ويقتنع به، ويراجع الآخر في منطقه وفكره قاصدا بيان الحقائق وتقريرها من وجهة نظره. ولا شك أن المتأمل في حياة البشر منذ آدم عليه السلام وحتى الآن يدرك ما للحوار من أهمية عظيمة، لأن الحوار يسهم في التواصل الجيد بين الأفراد والمجتمعات واقتراب وجهات النظر بين المختلفين، كما أن الحوار ضروري لاكتساب العلم وتلقي المعرفة. وإذا سلمنا بأن الاختلاف بين الناس في شؤون دينهم ودنياهم أمرا قديما وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقد ساقت شريعة الإسلام من المبادئ السامية والهدايات الرفيعة ما ينظم هذه الخلافات والمحاورات، مما يجعل هدفها الوصول إلى الحق والخير وما ينفع الناس. والمبادئ التي جاءت بها شريعة الإسلام لضبط الحوار تتمثل في: أولاً، التزام الصدق في الحوار بأن يكون الحوار بين المتحاورين قائما على الصدق وتحري الحقيقة بعيدا عن الكذب والصفصفة والأوهام. وقد ساق القرآن الكريم ألوانا من المحاورات التي دارت بين الرسل وأقوامهم وبين المصلحين والمفسدين، ومنها نرى أن الأخيار لا ينطقون إلا بالصدق الذي يدفع الأكاذيب. ففي سورة الشعراء حوار بين نبي الله موسى عليه السلام وبين فرعون، تجد فيه صدق موسى وشجاعته. وتبدأ المحاورة بأمر الله تعالى لموسى أن يذهب إلى فرعون لأنه طغى، ليأمره بإخلاص العبادة لله وحده وترك الظلم والعصيان. ولبى موسى عليه السلام أمر ربه، وما أن وصل إلى فرعون حتى دارت بينهما المحاورة التي حكاها القرآن الكريم، حيث قال فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فرد عليه موسى عليه السلام ردا حكيما، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. بهذا الجواب أفهم موسى فرعون، وجعله يحول الحديث إلى الحديث عن شيء آخر حكاه القرآن الكريم. قال فرعون: وما رب العالمين، أي وما رب العالمين الذي جئت يا موسى لتطالبني بعبادته؟ فرد موسى عليه السلام ردا حكيما، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهنا يلتفت فرعون إلى من حوله من حاشيته فيقول لهم: ألا تستمعون إلى القول الغريب الذي يقوله موسى والذي لا عهد لنا به ولا قبول له عندنا؟ انتقل موسى بهم من دليل إلى دليل على وحدانية الله وقدرته، ومن حجة إلى حجة، ومن أسلوب إلى أسلوب، لكي لا يترك مجالا في عقولهم للتردد في قبول دعوته. ولما عجز وأفلس فرعون انتقل من أسلوب المحاورة إلى التهديد والوعيد، وانتهت المحاورة بين موسى وفرعون بانتصار الحق على الباطل والصدق على الكذب والعدل على الظلم. حينها ألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون.
ثانيا كذلك من أداب الحوار التزام الموضوعية، وهو ما يعني عدم الخروج عن الموضوع الذي هو محل الخلاف. ذلك أن آفة كثير من الناس إذا ناقشوا غيرهم في موضوع معين تعمدوا أن يسلكوا ما يسمى بخلط الأوراق، بحيث لا يدري العقلاء في أي شيء هم مختلفون مع غيرهم وتتوه الحقيقة بينهم. والأمر الثالث من أداب الحوار السيد رئيس الجلسة بيقول لي إن الوقت انتهى، فإذا كان ذلك الحديث الشيق ونسب نفسنا ان يعني نوع مع سيادتك وقت اكتر، بس معالي الوزير عنده مداخلة ويمكن بعد كده في جلسة تانية والوقت اتزنق، بس بعد ساعتك. ثم لا شك ان امتنا العربية في ظروف واوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية في ظل المتغيرات المتلاحقة اقليميا ودوليا تجعل من الحوار النشط والمثمر في شتى المجالات مسألة حياة او موت، وفي هذا ما يتطلب من الدول العربية حوارا هادئا مثمرا لتحقيق الوحدة العربية والتكامل الاقتصادي والاستغلال الامثل لمواردنا. هذا وبالله التوفيق، أرجو أن أكون قد أطلت إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.